زارونا في المدرسة ونحن استفدنا منهم كثير، لأنه كنا بنشوف التجارب دي بنشوف التجارب في الكتاب بس ما عملي. عرفنا العلم اللي بناخده نظرياً ده طبيعياً، فكده المعلومات بتثبت لنا أكثر يعني. الاكتشافات الجديدة وجدد الطموح بتاعي. ساعدني إني أحب المادة أكثر، يعني مثلاً الفيزياء كنت خطأ في نطاق ضيق، يعني إنها بس حسابات وكده،